السلام عليكم اخواني الاعزاء، على الحلقه الرابعه من النباتات المنزليه. احنا هسه نشوفكم الزرع اللي عندنا، هذا الكابرس قصيناه ويا السياج وعتبناه لنسقيه بصوره صحيحه ومستمرين به. هذا الزرعات مالتنا نشوفكم اياها، هذا متسلق. موضوعنا اليوم هو نبات الواشنطانية. واشنطانية نبات جدا راقي وجدا حلو، وشكله مثل أسهم في الشف الإيد. هذا النبات هو الواشنطانية. هذا النبات بأمريكا سموه واشنطانية نسبة إلى رئيس الأمريكي جورج واشنطن. نبات يتحمل الحرارة والعطش، بس يعني لازم تداريه بالمي، مو تركه يعني. ويتكاثر بالفسائل. هاي عندنا فسيلة هسه، هذه فسيلة نقدر نفصلها نسويها نبات جديد. نبات حلو، وتقدرون تخلوه يعني بالحدائق مالتكم او باليم الأسيجة، جدا راقي. نجي على نبات التراتشي. نبات التراتشي هو نبات اللي يحافظ على المياه بداخله، ولو يدلى او يسحب مسافه يسحب قدمين. هو نبات افريقي، بس ما يتحمل اشعه الشمس المباشره، ما يتحمل اشعه الشمس المباشره. يعني ضروري تداري انت، يعني يعني لو عندي ما عندي تعذروني يعني، او موجود يعني نبتات صغيره جوا الاشجار ما عندها بالضبط. بس هو النبات جدا راقي، وانا شرحت لكم عليه ونشرت الصور مالته. هذا الورد الجوري عندنا، هذا الورد الجوري فشي نادر. هذا الليبلات بيه كله بيه ليبلات، وكله مناشئ اجنبيه. هذا الليبل متسلق يصعد بحدود 3 امتار الى 4 امتار. شوفوا اخواني، هاي النباتات كلها خضراء وناصعه وما بها اي يعني اشكالات. هذا نتيجه يعني النبات بالضبط مثل الطفل، كل ما تداري كل ما يقاوم اكثر وينمو ويدفع. هذا عندنا المتسلق، هذا ورده البنفسج ويا المخالب القط الصاعد على السياج وعلى الحائط ومشلب بالحائط. واني ممنون لكم وممنون كل المشتركين وياي. شكرا جزيلا.